واحد من أندية الدرجة الثانية فريق ستاد المغربي مع صديق ديالنا عبد اللطيف أبجاو. غناخذوا آخر الأخبار المتعلقة بفريق ستاد المغربي، تفاصيل ديال الفريق دائما على غير باقي الأندية استعداد للموسم المقبل. عبد اللطيف مساء الخير. عبد اللطيف مرحبا بك، اسمح لنا محضر جميع المستمعين الكرام. بفعل ففريق ستاد المغربي كيوصل السداد ديالو للموسم الكروي الجديد، يعني تحت إمارة المدرب عبد الرزاق خيري والمساعد ديالو محسن بوهلال. طبعا هناك يعني طموحات كبيرة بالنسبة للطاقم التقني وأيضا حتى للمسؤولين وأيضا المكونات ديال الفريق كلها، باش انه يكون موسم جيد، خاصه يعني داك الموسم الاول اللي كان داروا الفريق الرباط بعد الصعود ديالو من قسمه، فكان جد مشجع، نتائج جد ايجابيه، وبالتالي فالستاد يعني ما بغاش انه يرجع كي تيقول له الخطوات الوراء، بالعكس باغي يعني يتقدم. هذا هو المطمح ديال المسؤولين، ايضا لذلك كان تم التعاقد مع المدرب المجرب عبد الرزاق خيري ومع ايضا محسن بولا اللي عنده تجارب كثيره. يعني تقريبا الاسبوع الثالث والفريق كيوصل الاستعدادات ديالو. كانت هناك مباريات وديه اللي كان جراها فريق الاستاد المغربي بعد ما كان اسبوع تقريبا واحد 10 ايام كانت خاصه للجانب البدني، ومن بعد دخل الفريق في المرحله ديال العمل التقني والتكتيكي وايضا حتى المباريات الوديه. لعب بجوج ديال المباريات وديه مع كل من الجمعيه السلاويه وكذلك الراسينغ البيضاوي، واليوم فهو غيجري او في الاثناء كيجري مباراه وديه ثالثه هي امام فريق شباب السوالم بمدينه الجديده، وهذه يعني مباراه اخرى اللي غيحاول يعني خيري باش انه يعني يصحح يعني الاخطاء والوضعيه ديال يعني الفريق ايضا على المستوى التقني، يعني تكون ملاحظات تقنيه وكذلك تكتيكيه. طبعا هذا هو المغزى ديال هذه المباراه الوديه، اضافه الى تجربة بعد اللاعبين. غدا غتكون ايضا مباراه وديه اخرى غتكون امام فريق شباب المحمدي، اخرى تكون مباراه يعني جد مهمه، وكنعرفوا بان شباب محمدي تاو بالانديه الجيده مع المدرب محمد فاخر وايضا العناصر، وبالتالي غادي يكون محك مهم بالنسبه للفريق ستاد المغربي. من بعد غتكون جوج ديال المباريات اخرى اللي مبرمجه يعني في النهايه ديال هذا الاسبوع. هذا غتكون مباراه امام سيمبا التنزاني، يعني سيمبا التنزاني كنعرفوا بانه داير واحد المعسكر هنا في المغرب وكيلعب مباراه وديه، شفنا بانه لعب مباراه وديه مع فريق الجيش الملكي كانتهت بالتعادل 2-2. غتكون ايضا مباراه وديه مع ستاد المغربي، غتكون هذه ايضا مباراه يعني يمكن نقول بان استثنائيه بالنسبه للفريق ستاد، يعني غيلعب مع فريق من جنوب الصحراء، غيكون ايضا هذا محك اخر، يعني اللاعبين غيشوف ايضا يحاول يكمل يعني العمل ديالهم. بعد غتكون مباراه وديه اخرى امام اتحاد البيضاوي، وبالتالي غتكون هناك يعني واحد التقييم شامل بالنسبه للطاقم التقني على المستوى يعني التقني والتكتيكي، يشوف يعني اللاعبين ديالهم من خلال هذه المباريات هذه، وايضا حتى يوصل لذاك المستوى اللي باغي يوصل له به. كنعرفوا بان خيري فهو في الموسم الماضي فهو كان يعني جرى تقريبا واحد 4 و5 ديال المباريات، وكانت عنده فرصه باش انه يتعرف على يعني اللاعبين. يعني مشوا للشق سي محمد الشق الميركاتو الصيفي ديال فريق الاستاد المغربي، كنعرفوا بانه دار واحد التغييرات كثيره، بعض اللاعبين اللي كانوا يعني غادروا الفريق منهم اللاعب يوسف القديوي، ايضا المهدي الكتام، عناصر اللي كانت غادرات الفريق، وبالتالي كان يعني شيء طبيعي ان الخيري يدير يعني يدير انتدابات جديده. يعني كان لاعب طرينه، لاعب السابق كان عفوا لعب مجموعه من الانديه، وايضا لاعب هروش هو يعني لاعب مدافع ايسر، هو لاعب اللي عنده خبره وتجربه كثير، هذول اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم، اضافه لبعض العناصر من الهواة يعني من الشباب كشباب يعني يعقوب اتحاد يعقوب المنصور، من تملات من فريق بوزيد، ايضا كان لاعب من فريق شباب الماسي. هنا كيبان التوجه ديال فريق ستاد المغرب اللي كيحاول انه ينقب
حتى في الاقسام يعني لا ديال الهوات حتى في الانديه ديال القسم الوطني الثاني كما هو شان الشباب المسيره. وبالتالي فالعين ديال المنقبين ديالو دائما ايضا كتبحث على لاعبين ديال الهوات اللي كنعرفوا بان كي تيقول قسم الهوات فهو غني بما هو. وبالتالي فاصطاد كتبغي انها تستافد من هذا العميل هذا يعني لا على المستوى التقني وايضا حتى على المستوى المالي يعني كتكون هناك دراسه يعني الامكانيات الماليه ديال الفريق ان باش تكون يعني التوجه ديال تكون جلب من العناصر ديال الهوات وايضا طبعا اللاعبين اللي عندهم خبره وتجربه. وهنا غيحيلنا سي محمد النقطه المهمه وان كاين ثلاثه ديال اللاعبين اللي عندهم خبره وتجربه اللي اصطاد المغرب في الطريق انهم يوقع ليهم يعني في ايام المقبل. اما كيتعلق باللاعب يونس الحواصي اللي كنعرفوا لاعب عنده خبره وتجربه كبيره يعني لعب الوداد كان عنده تجربه في قطر لعب ايضا المغرب التطواني وفي الموسم الماضي كان مع فريق يوسفيات برشيل. هذا لاعب مهاجم. ايضا اللاعب المهدي النغمي اللي كنعرفوا حتى هو عنده تجربه كبيره لعب بفريق الجيش الملكي لطنجه ايضا المولوديه التواجده في الموسم الماضي كان من المساهمين في الصعود ديال فريق اولمبيك خريبكا يعني هو ثاني لاعب اللي كيتم يعني المفاوضه ديالو. ايضا هناك لاعب ثالث اللي لا يقل خبره وتجربه اللي هو عبد العظيم خضروف. عبد العظيم خضروف اللي كنعرفوا حتى هو لاعب اللي لعب المحمديه الوداد ايضا المغرب التطواني الموسم الماضي كان مع المغرب الفاسي. هذا هو ثالث لاعب. اذا ثلاثه ديال العناصر اللي خبره وتجربه يعني الفريق فهو يحاول انه ينتدبهم. اكيد سي محمد بان هذا الثلاثي ممكن يعطي ذاك التوازن الكبير الفريق الجيش او عفوا الفريق اصطاد المغرب. هذا الشيء اللي ضفناهم يعني العناصر المجربه الاخرى كاللاعب بن حمو وكاللاعب عصام الراقي. اذا الثلاثي يعني في الطريق انه يوقع الفريق اصطاد المغرب. نشوف الشق الاخر اللي هو تسيريفا في 18 في هذه الصادفه كانت يعني تعقد الجبل العام ديال فريق اصطاد المغربي. كنعرفوا بانه كان تاجل نظرا لما وصلش يعني ذاك النصاب القانوني ديال المنخرط تم التسجيل ديالو الاسبوعين في 18 في هذه الصادفه تم العقد ديالو. كان مر في اجواء جيده يعني كانت الحصيله جيده على مستوى التقني كنعرفوا المستوى الضربي وحتى ايضا حتى على المستوى يعني التدبيري والمالي. فالفريق دائما كيحاول يبحث على مستشارين. بالتالي فتم يعني العقد ديال هذا الجمل العام بحضور رئيس الفريق جمال السنوسي. وايضا هناك نفتحوا قوس على الفريق فهو كيوضع اللمسات الاخيره باش انه يحول يعني الفريق يعني فرع كره القدم للشركه تقريبا كما عندنا الاخبار فتقريبا واحد 98 او 90% اللي وصل فيها الفريق باش انه يحول يعني النادي ديالو فرع كره القدم الشركه الرياضي. دي اهم الاخبار اللي كتسمى سي محمد فريق اصطاد مغربي الاستعداد ديالو على المستوى التقني وعلى المستوى التسييري وكذلك على مستوى الميركاتو الصيفي. عاود اليك سي محمد. شكرا لك عبد اللطيف على كل هذه التفاصيل المتعلقه بفريق اصطاد المغربي. اذا بالزربه نمشيو نسمعوا ديال التصريحات الرئيس ديال الفريق جمال سنوسي بسرعه. جمال سنوسي بدايه الرئيس ديال الفريق كيهضر على البريباراسيون والاستعدادات ديال فريق اصطاد المغربي. بالنسبه للاستعدادات ديال نادي اصطاد المغربي انطلقت منذ ثلاث ديال الاسابيع بدات فيها التدريب ديالها وتخللتها واحد جوج ديال المقابلات. المقابله الاولى ضد فريق ديال الجمعيه الرياضيه السلاويه والمقابله الثانيه ضد فريق الراسينغ البيضاوي. الان كاينه مقابله مع الفريق ديال الوالم اللي غادي تجرى بالمجد الجديده. الفريق هناك غادي يلعب مقابله حبيه اليوم غدا غادي يلعب مقابله اخرى ضد شباب المحمديه ومن بعدها غادي يلعب مع فريق افريقيا وكذلك مقابله اخرى يوم الاحد مع فريق الاتحاد الرياضي. نقطه اخرى اللي هضر فيها في التصريح لراديو مارس صديق ديالنا عبد اللطيف ابجو اللي تحدث ليها جمال سنوسي رئيس ديال الاصطاد المغربي هضر على القضيه ديال الميركاتو ديال الفريق وايضا الجانب المادي الامور الماديه ديال فريق الاصطاد المغربي. سمعوا هناك مجموعه من ديال الانتدابات اللي انتدبها الفريق واللي ركز على الخصائص اللي كانت يعاني منه الموسم الماضي. هناك استمراريه ديال المدرب السخيري والطاقم ديالو. كذلك خلال هذا الاسبوع ده الفريق غادي يصرف الواجب الشهري ديال اللاعبين اللي كتربطوا معاه عقود وكذلك الشطر الاخير ديال المنحه ديال السنه الماضيه والشطر الاول ديال اللاعبين الجدد
ديال هاد الموسم هذا. اذا من ناحيه الماديه الفريق غادي يدخل له السيوله هاد الاسبوع هذا، واللي غادي يقول انه يفطي جميع الامور الماليه ديالو.